السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، ومعكم مس رندا حسن. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض اختيار من متعدد على الدرس الثالث من الوحدة الثانية، انعكاس وانكسار الضوء. يلا بينا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. بيقول إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على سطح العاكس 50 درجة، فإن زاوية الانعكاس تساوي كام؟ يعني لو أنا عندي هنا سطح عاكس، عملت عمود مقام، هنا شعاع ضوئي ساقط، وقالي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط 50 درجة، ودي 50 درجة، يبقى دي تعتبر زاوية إيه؟ زاوية السقوط. يبقى زاوية السقوط بتساوي 50 درجة، لكن هنا عايز ايه؟ عايز زاوية الانعكاس. طب ما انا عندي القانون الاول انعكاس الضوء بيقول لي زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. ما دام زاوية السقوط 50 درجة، يبقى اذا زاوية الانعكاس برضو 50 درجة. طب تعالى نشوف الاختيارات، 40 درجة، 50 درجة، 90 درجة، 130 درجة. طبعا ال 50 درجة تبعا لقانون الاول انعكاس الضوء. السؤال رقم 2، عند سقوط شعاع ضوئي عموديا على سطح عاكس مستوي، فإن زاوية السقوط هتساوي، يعني لو أنا عندي كده شعاع ضوئي، طبعا سطح عاكس الأول، وادي عمود المقام قائم كده، وعند شعاع ضوئي هيسقط عموديا على السطح العاكس، ماذا يحدث؟ بينعكس على نفسه. طب لما بينعكس على نفسه تكون زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر. طيب هنا مديني الاختيارات ايه؟ صفر، 60 درجة، 90 درجة، 180 درجة، طبعا صفر. سؤال رقم 3، يحدث على السطح نقط انعكاسا منتظما للضوء. طبعا لازم يكون السطح ده أملس، هل الجلد، الصوف، الستانلس ولا البلاستيك؟ أو طبعا على سطح الستانلس. رقم ج، يحدث انعكاس منتظم. سؤال رقم 4، يرجع انكسار الضوء إلى اختلاف نقط الضوء في الأوساط الشفافة المختلفة، هل اختلاف حجم الضوء ولا شدة الضوء ولا سرعة الضوء ولا تردد الضوء؟ طبعا انكسار الضوء يرجع إلى اختلاف سرعة الضوء في الأوساط المادية الشفافة. السؤال رقم 5، الكثافة الضوئية للماء نقط الكثافة الضوئية للزجاج. طبعا الكثافة الضوئية للماء بيكون أقل من الكثافة الضوئية للزجاج. ونفتكر مع بعض إن الكثافة الضوئية هي قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية. أنا عندي لو عندي زجاج ماء وهواء، بتبقى الكثافة الضوئية للزجاج أكبر من الماء والماء أكبر من الهواء. عشان كده بيقول لي الكثافة الضوئية للماء نقط الكثافة الضوئية للزجاج، يبقى الماء الكثافة الضوئية بتاعته أقل من الكثافة الضوئية للزجاج. أما لو اتكلمنا عن السرعة بيكون العكس، لأن كلما زادت الكثافة الضوئية للوسط الشفاف كلما قلت سرعة الضوء فيه، يعني سرعة الضوء في الهواء أكبر من الماء والماء أكبر من الزجاج. سؤال رقم 6، النسبة بين الكثافة الضوئية للماء والكثافة الضوئية للهواء كام من الواحد الصحيح؟ هنا ايه اكبر من؟ سؤال رقم 7، من الشكل المقابل عايز قيمة الزاوية اكس، هل هتساوي 30 ولا 34.5 ولا 48.5 ولا 60 درجة؟ تعال نبص على الشكل، جايب متوازي مستطيلات واسقط عليه اشعة ضوئية مائلة. الزاوية هنا دي بتساوي 90، طيب زاوية السقوط كام؟ يا زاوية المحصورة ما بين شعاع الضوئي الساقط والعمود المقام، كل دي 90، يبقى هنا كام؟ هنا 60 درجة. وحصل انكسار للأشعة الضوئية داخل متوازي المستطيلات، ده شعاع الضوئي الخارج، يبقى الزاوية الإكس دي هي زاوية الخروج، وأنا عندي قانون بيقول زاوية السقوط تساوي زاوية الخروج، يبقى إذا زاوية السقوط 60 يبقى زاوية الخروج برضو 60. السؤال رقم 8، من الشكل المقابل النسبة بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار تساوي 6 على 5، 3 على 5، 3 على 2
ولا 2 على 3؟ تعال نشوف مع بعض، بيقول لي النسبة ما بين زاوية السقوط، فين زاوية السقوط؟ اهي 60. وزاوية الانكسار، زاوية الانكسار دي مش ال 50، لا زاوية الانكسار هي الزاوية المحصورة ما بين شعاع الضوء المنكسر والعمود المقام. طيب الزاوية دي 50، يبقى إذا زاوية الانكسار هتساوي كام؟ هتساوي 40. لما أجي أحسبها النسبة ما بين زاوية السقوط اللي هي كام؟ اللي هي 60، على زاوية الانكسار كام؟ 40. هنطير الصفر مع الصفر، يبقى 6 على 4 هقسم على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الاتنين، يبقى أصبحت النسبة هنا كام؟ 3 على 2. سؤال رقم 9، أيا من الأوساط المادية التالية تكون سرعة الضوء فيها أكبر ما يمكن؟ أكبر ما يمكن هي اللي أقلها كثافة ضوئية، هل الماس ولا الماء ولا الزجاج أو الهواء؟ طبعا الهواء، لأن كثافته الضوئية أقل طبعا من الزجاج وأقل من الماس وأقل من الماء، فتكون سرعته فيها أكبر. سؤال رقم 10، معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف لا يمكن أن يساوي، هل 9 من 10، 1.3 من 10، 1.5 من 10، ولا 1.8 من 10؟ دايما معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف أكبر من الواحد الصحيح، فتبقى لا يمكن يساوي كام؟ أقل من الواحد الصحيح اللي هي 9 من 10. سؤال رقم 11، القيمة المحتملة لمعامل الانكسار المطلق للماس تساوي، هل 4 من 10، 8 من 10، 1 ولا 2.4 من 10؟ احنا قلنا طبعا معامل الانكسار المطلق دايما أكبر من الواحد الصحيح، الأربعة من عشرة مش هتنفع عشان أقل، والتمانية من عشرة مش هتنفع برضو أقل، والواحد طبعا مش هينفع، فيبقى مين؟ 2.4 من 10. سؤال رقم 12، عند زيادة معامل انكسار مادة شفافة بإضافة مادة معينة إليها، هل يزداد تردد الضوء المر فيها، ولا يقل تردد الضوء، ولا تزداد سرعة الضوء، ولا تقل سرعة الضوء؟ طبعا أنا زودت معامل الانكسار يبقى هتقل سرعة الضوء. سؤال رقم 13، الوسط الذي معامل انكساره المطلق كبير يوصف بأنه كثافته الضوئية كبيرة، ولا سرعة الضوء فيه كبيرة، ولا كثافة الضوئية صغيرة، ولا شفافيته كبيرة؟ طبعا الوسط الذي معامل انكسار مطلق كبير بيكون سرعة الضوء فيه صغيرة، فما ينفعش دي خالص، والكثافة الضوئية كبيرة، فما ينفعش برضو الصغيرة دي، يبقى ايه الإجابة؟ كثافة ضوئية كبيرة رقم أ. يبقى الوسط الذي معامل انكسار المطلق كبير يوصف بأن كثافته الضوئية كبيرة. السؤال رقم 14، عند انتقال شعاع ضوئي عموديا من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية، فإنه ينكسر مبتعدا عن العمود المقام، ولا ينكسر مقتربا من العمود المقام، ولا لا يعاني انكسارا، ولا لا توجد إجابة صحيحة؟ طبعا شعاع الضوئي عندما ينتقل عموديا ما بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية لا يعاني أي انكسار، يبقى رقم جيم. السؤال رقم 15، عندما ينتقل شعاع الضوئي مائلا من الزجاج إلى الهواء، يعني من الأعلى كثافة ضوئية إلى الأقل كثافة ضوئية، تكون زاوية الانكسار نقط زاوية السقوط، هل أقل من تساوي ولا أكبر من؟ طبعا عندما ينتقل شعاع الضوئي مائلا من الزجاج الأكبر كثافة ضوئية إلى الهواء الأقل كثافة ضوئية، تكون زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط. سؤال رقم 16، إذا سقط شعاع ضوئي بزاوية 40 من الماء على سطح الفاصل بينه وبين الهواء، فإنه ينكسر في الهواء بزاوية كام؟ هل 50 ولا 40 ولا 30؟ طبعا هينكسر مبتعدا عن العمود، فتزداد الزاوية. السؤال رقم 17، نظر صياد إلى الماء من أحد جوانب قاربه فشاهد سمكة في الموضع 2، ادي السمكة وادي الموضع 2، فلكي يصطادها يلزم ان يصوب السهم الى الموضع 1 ولا 3؟ طبعا نتيجة لانكسار الضوء انا بشوف الحاجة في موضع اعلى من وضعها الطبيعي، فعشان كده هو لازم يصوب السهم في موضع اسفل السمكة، يبقى موضع رقم 3، هي اختيار جيم.
اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهارده، ولو في اي مشكله سيبوا لي سؤال في الكومنت، وما تنسونيش باللايك والشير علشان تشجعوني على الاستمرار. ان شاء الله الحصه الجايه هناخد درس جديد، هستناكم. مع السلامه.